هذه القصة أحد رجالة الزلفي يقول قبل أول ما دخل كهرب على المناطق يقول كان قيمة العداد 200 ريال وقتها 200 تسوى. يقولوا بالكاد أجمع 200 ريال هذا. يقولوا كنت ناوي أروح لشركة الكهرب وأقدم على العداد بعد صلاة الظهر. صليت الظهر وصلى بجنبي رجل كبير صاحب أسرة وعلى قد حاله. يقول بعد ما صلينا التفت لهذا الرجل الكبير كان لحالته وانه ما عنده ما يطعم اهله فيه حتى الغداء ما عندهم وبيته فاضي. مديت يدي على المخباي وبطلع له المقسوم اعطيته المقسوم. مشى هذا الرجل فرحان جدا بما اعطيته. يقول طلعت من المسجد مديت يدي على المخباي بشوف كم بقى معي من الفلوس ولا طالع الا ثلاثة اعطيته وطالع الا وانا قد اعطيته كل المبلغ كل الميتين. قلت يا بيع يقوضني الله خير. رجعت للبيت كيف اني اجمع المبلغ من جديد. رجعت البيت افكر كيف اني اجمع المبلغ وحتى حالك. قلت الله يا بيبي الله يصبرني واصبروا يا عيالي ما راح يدخل الكهرب الحين. كانوا فرحانين ومتعشمين ان الكهرب راح يدخل اليومين هذه في البيت وراح تنار واشتغل الكهرب عندنا. ولكن قدر الله ما شاء فعل. وانا جالس في البيت الا يطق الباب وافتح الباب الا رجل كبير في السن. قال السلام عليكم تعرفني؟ قلت والله تذكر في الوجه ولا طالع وتذكر انه الا صديق قديم لي يوم كنا شغالين يوم كنا شباب وشغالين في الكويت مع بعض. سلمنا على بعض. بعد ما سلمنا على بعض جلست قهوة عندي. قلت له شلون دليت؟ قال والله انا تذكرت انك بالزلفي وجيت وسألت كل اليوم اسأل عنك لين دلوني الناس على بيتك وجيت ازورك حق الاخ على اخوه بعد هالمدة هذه حقك علي السلام ولا انا ماشي في طريقي ومسافر بس قلت بسلم عليك. سلم علي وسلمت عليه وودعته ومشى. رجعتنا للبيت والمجلس اللي كنا جالسين فيه وطالع الا القى ظرف تحت المخده ومديد على الظرف وافتحه الا والقى 2000 ريال. كيف الله سبحانه وتعالى في دقائق عوضني بدل 200 2000 ريال. فرحت فيها ورحت سددت الكهرب ومونت البيت مما باقي فيه من مبلغ ودعيت لصاحبه. هذا حال الصدقة وحال من يتصدق لله مخلصا لله سبحانه وتعالى كيف الله يعيذه خير وكيف الله يبدله كل من تصدق يا أحبتي. لأنه يتاجر مع الله سبحانه وتعالى تجارتك مع الله ما هو من البشر. لذلك تجد العوض من الله سبحانه وتعالى والقصص في ذلك كثيرة. ولو بذكر لكم الطاري تروي واحدة من الأخوات تقول كانت في شنطتي 40 ريال ونويت أني أتصدق في اليوم هذا. تقول مديت يدي وطلعت 20. حدثتني نفسي 20 ريال رجعتها وطلعت 10. وكذلك ترددت وتحدثني نفسي رجعتها وقررت اني اكسر وساوس الشيطان وخذت نص المبلغ وتصدقت فيه ومشيت وقلت لي يا رب انها خاصة لك. وبالعشاء قابلت وحدة في مناسبة من صديقاتي القديمات يقول مدت يدها في شنطتي وحطت فيه منديل. تقول برجع البيت وافتح الشنطة وطالع في المنديل إلا ولقى فيه حزمة فلوس من فئة 200 ريال. تقول بكيت بكاشي أني استشعرت عظمة التعامل مع الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت